السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة، وأهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد بلعبة Days Gone. أتمنى تكونوا مستمتعين معي بهالسلسلة، إن شاء الله مكملين فيها للآخر. أنا أوريدي ختمت اللعبة، اسمحوا لكم شو صار، وبتمنى تستمتعوا بهالفيديو. راح أقول لكم شي واحد بس، إنه اللعبة حتصير أحلى وأمتع مع الأحداث اللي جاي، فبتمنى إنكم تستمتعوا بهالأحداث اللي حتصير. إذا عجبتكم اللعبة وعجبكم الفيديو، لا تنسوا اللايك شير، تشتركوا بالقناة وتفعلوا جرس التنبيهات، تستخدموا كود AJAK سواء بإيبك ستور أو إذا اشتريتوا في بوكس بلعبة فورتنايت لتدعموني وتدعموا القناة. شكرا لكم ولدعمكم، بتمنى تستمتعوا بالفيديو. بسم الله، خلونا نبلش. يلا بالليل رايحين، أسوأ وقت تلعب فيه اللعبة بالليل. سين جون العريس تايلر. سين جون سامعني كويس؟ استنى، هو البتاع ده شغال؟ اللاسلكي شكله مش شغال. تايلر، اللاسلكي بتاعك شغال، ايه الاخبار؟ ديكن سين جون، استنى، قصدي تعرف، خلاص كنت بس عايز اطمن عليك، ما شفتكش من وقت حلف اليمين دي هرتله مش كده؟ تايلر انا مشغول شويه. ايه استنى، ايه اللي عملته ده؟ ايه اللي خلوك تعمله؟ ها انا في سلاح المشاه او حاجه زي كده، بقضي اليوم كله احرق العشش واقطع الشجر واجمع الخشب. اسف، انت بتعمل ايه؟ بحث، اجبروني اني اروح الانقاض والاقي مؤن للظباط اللي بيشتغلوا عليه. غريبه، سمعت. او ماي جاد، اهرب اهرب. شغالين على سلاح بيولوجي، اسلحه كيميائيه حاجه كده، هتخلص على المسوخ مش كده؟ اسمع تايلر، لازم امشي. تمام، استنى. بص يا صاحبي، كل الموضوع ان انا عندي راي تاني في هرتله العسكريه دي، وانت فاهم. تايلر انت بتستخدم انهي جهاز؟ انت متاكد انك مش متراقب؟ مش معقول. ها، ده اللي افتكرته، لازم امشي. سين جون حول. اوه، شفته مع النقيب كوري، خليه يدخل. باونتيز، هات لهم، حط الباونتيز هون، تسلمون. يا انت جديد هنا؟ انا رومي ايكيدا. ديكن سين جون. يا عريف، حظ سعيد. 2300 ميكانيك ميرشنت. هاي العقيد كوري. يا عريف، كويس، عندي شغلانة محتاجة مهاراتك الفريدة. أكيد. حاضر يا فندم. فاكر باسكيز؟ الراجل اللي هرب من الخدمة. تتبعناه لحد معسكر الأخشاب، أنا فاكر. الراجل ده الرقيب لي أندرسون، كان شريكه، كان هيتم القبض عليه لما قتل الحارس وهرب. انت رجالتك عندهم ميثاق شرف. رجالتنا؟ انت مننا دلوقتي، ركز. انا علمت اخر مكان اتشاف فيه على خريطتك، وتمام زي باسكيز، ما كانش لوحده. جميل. اوكي، بدي اروح افتح مخيم هلا. يلا. لسه ما فيني اشتري شيء للميتور. عريف سنت جون. ست رقيب. بدنا بنزين، بدنا نصلح الميتور. اظن على طريقنا هلا حنلاقي محطة بنزين. لازم يعني. ما حستخدم النيترو بقى. ولا البوابة. النيترو بيحرق البنزين حرق. عريف ديكن سنت جون. سامعني كويس يا صاحبي؟ اي. تايلر. عايز ايه؟ لقيتك، تمام. طيب، اخيرا اكتشفت ازاي استعمل بتاع السخين ده، معايا قناه مؤمنه وكل حاجه. ها، ايه الاخبار؟ تايلر انا مشغول شويه دلوقتي، ف ايوه، اسف جدا، اسف. استنى، طيب، الخبر انتشر في المعسكر ان الممنوعات هتدخل قدام عين العقيد بالظبط، ونوع كويس كمان. تعرف اي حاجه عن الموضوع؟ انا مش باخد ممنوعات يا تايلر، فلا انا معرفش اي حاجه عن ده. ليه؟ لا 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 لا، ما اعرفش انا برضو، بس شفت الراجل ده، وانت عارف هو من العساكر الجديده، تصرفاته غريبه، بيلف جوه وبره المعسكر طول الوقت، عشان كده فكرت ان امشي وراه واشوف مخبي ايه. اعرف يا تايلر، اسمعني، روح لكوري خليه يتصرف في ده، انت فاهمني؟ ايوه تمام،
ده قرار كويس. ماشي تمام يا مستر سينت جون، هكلمك. كابتن كوري، انا في اخر مكان اتشاف فيه الرقيب اندرسون. لو لسه معاه خد شعار المسلحين بتاعه، مش عايزه يتوسخ بريحة الخيانة. زي ما تحب سينت جون. حول كويس. تمام يا اندرسون، خلينا نشوف شغلنا. هلا بدنا ندور على دليل. هاي دليل لكم. لا مو دليل. شو النقط الحمراء كانوا حاطينها على الخريطة؟ لا اوتيت هي. خلونا نطحش شوي لجوا نشوف. شوف هالمكان كله اشياء حلوه، بس الاصوات مو مريحتني. اوه شو في بنزين. معقول هون على الباب؟ عليك. هتلاقوه هنا في مكان ما. اوف. هو فين بالضبط؟ مقصوص في النص هذا. هذا الزومبي. أني طريق؟ يا دي القرف، الذئاب. هيك الطريق. إذا في ذئاب مشكلة، بدنا نقعد نقاتلهم واحد واحد. يا والله في ذئاب. هي النقط الحمراء على الخريطة يمكن هي الذئاب. طيب الطريق ما بين معنا، لازم نرجع لورا. هون في دليل كمان. ثانية، مش هو ده الطريق؟ اوكي 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 تمام، هو ده. ماشي، فين؟ يا خبر، هو مش ده اندرسون اللي بيجروه؟ انا ازاي هقدر اخد جهزتي؟ ايوه شكلنا بدنا نقتل الذئاب. بدنا نقتل الذئاب. اوكي في مغارة. كهف حمام. انا رايح ادور. هو ايه الصوت ده بالظبط؟ شعب يدوي احمر. حقن نيرو زي ما الدكتور طلب. حقنة نيرو. هات. لازم ادخل الكهف باي طريقة. هلت ولا استامينا يا جماعة؟ انا كتير عم زيد الاستامينا، ورغم هيك بضل استامينا قليلة. شنو هالمرة نزيد الهيلث؟ هنا مش هنعرف. مسجل صغير طيب. لازم واحد من دول يشرح لي ايه اللي كنتوا بتعملوه هنا بالظبط. فين يسكر له تمه لهذا؟ تخليك حر. الفيدراليين كانوا بي
يشتكوا زي العيال وبيمصوا جنبنا احنا اللي بندفع الضرايب، بس رغم غبائهم ما نقدرش نستهون بيهم. اوكي لازم تكون عارف ان حشية الرئيس المهم. ايوه لا ممكن مرة تانية اكون ملاحظة 1463 احنا في الموقع المحدد 301 كهف حمم، ومن السخرية انها متسمية من ساعة ما كنا هنا بنفحص بقايا مسوخ كانس لوكس بسبب المسوخ زي ما المحليين بيسموه. هاي كنت عايز اطلب منكم حاجة يا جماعة. يا جماعة ايوه فهمني في قسم الابحاث. زي الفيروس عارف بينط. قصدك هما ازاي فصائل بتنط؟ ايوه اقصد احنا شفنا ده في القطط والكلاب والطيور ذئاب. اظن ده مش ممكن. انت تعرف حاجه عن المرض الفيروسي الحيواني يا عريف؟ لا ما عنديش فكره. اظن ان اسمه السعار زي الفيروس الهملي. السعار بتنقل عن طريق السوائل زي اللعاب والدم وغيره. اوه حاجه مقرفه. وهي بتصيب الثدييات اصلا. المعامل اظهرت انها ممكن تصيب الطيور والزواحف وحتى الحشرات. انت عارف في كم نوع ثدييات في العالم؟ كتير اظن. ايوه كتير 5888. جايزه ثانيه. كلهم قطط وارانب وكلاب وحصنه وزربان وتعالب وقرود وجرذان والذئاب كمان ممكن تتصاب وممكن تنشر الفيروس. يا خبر ده معناه ايه بالنسبه لينا؟ بص كده على الجهاز العضلي ده بالطول الفوقي والمنتفخ والمتوسط سلامة. الكائن ده ممكن يوصل لغاية 60 ويقدر يعمل هوتش موتوسيكل وهو بيعمل كده. ده بقى معناه بالنسبة لنا لازم نتبسط ان اغلب الثدييات هتنقرض. ينقرضوا احسن لنا. يلا تمام يلا نخرج من هنا. تمام يلا بينا. ايوه هم احسن مننا. يا ويلي ضل حدا؟ هيا يلا تترو الأعداء. اوكي في كمان ذئب. اسحب من هنا. مسكتك اخيرا. ما تيجي نشوف قديش السفيه هاي فيها 50%؟ والله خليها. اوه هاي حديد. في شي لسه؟ ما في شي كمان. فيني اطلع من هون؟ ما فيني. طيب جيجي ما بدنا نروح هلا الطريق. بدنا نلف. سمعني صوت صدى المشي تبعنا لانه بمغارة ماشيين. أظن من هون الطريق. أيوة هيك؟ لا مو هيك. كافي من هون روح على اليسار دخلة. ايه اوكي هون قتلنا نحنا ثعلب. حاول تعدي من هنا. اوكي تمام. انت لسه معاك علامة الدراع المستحيل. اخذنا اغراضه. نطلع من هون. بس ميتورنا هون ولا وينه؟ يا سلام يا سلام. ايه ده غاضب يا خبر. انا ممكن انا من هنا شوية. Hmm.
هيك نهرب ونحن شو ونحن بالنا مرتاح، لا دب ولا جحش. ورحت بالطريق الغلط انا، يلا ما مشكله، المهم نطلع من هون. انا اذا كنت على الميتوري ما يهمني شيء الحقيقه، تخليكم المهم نكون على الميتور. خلونا نشوف، قبل الكارثه دي كنا هوبل، كنا بنتخدر، كانوا بيستعمونا وبيدونا كل انواع المخدرات، كنا بنفضل متخدرين زي البهايم، يضحك علينا باكل بتلفزيون بالممنوعات ونجحوا. بس دلوقتي احنا حاسين بالالم، الم كلنا، كل ضربه كل جرح، احنا صاحيين لهم كويس وبنراقبهم، وانتوا شايفين حقيقه كل اللي انا قلت عليه من الاول، محدش يقدر ياخد حاجه من ورانا. احنا دلوقتي اللي بندير المشهد وبنعمل ده برؤيه احسن من الفيدراليين. خدوا نفس عميق، اكتبوا جوا. ليش حارق الكازيه؟ الله لا يعطيك العافيه انت وشغلك. محدش يقدر ياخد يا كوري هو مع وحده كوري. افتح البوابه. ايوه يا كوب، انا حاسس بالوجع. مين مش حاسس بكده؟ جيسي كارلوس ويليامسون، الارتقاء في سلام. هذا مثل الختايره، بتعرفوا تمشوا بمكان. سيادة النقيب، أنا لقيت الراجل بتاعك أندرسون. أنت كان عندك حق، هو لسه مع شعار المسلحين. مات؟ خلينا نقول إنه كان بيتخانق مع قطيع من الذئاب قبل ما وصله. نهاية مناسبة لقاتل وحرامي. آه يا فندم. شكرا يا عريف، انصراف. فين 750؟ لسه معنا مصرات 4000. والله ممكن نعمل فيهم شيء. تعالوا خلينا نشوف شو فينا نطور. انت ليه بتتدلع؟ انت ليه في طريق العقبات العريف؟ هاي الميكانيكي. طيب انت منين يا لوكس؟ مش عارف احدد من لهجتك. هو واضح، ايوه من كندا اصلا، ونزلت هنا في اجازه مع عيلتي. ايوه كنا ناقصنا واحد. شو هذا ولد؟ كريتر ليك، مراتي واولادي، كان زمانهم 8 و9 سنين السنه دي. هلا انا اللي كندا، انا عندي هذا. بعيد عن بيتك؟ رقم 3. كلمني عنه. بص انا كنت مدرس. هذول بيعبولي تصليح محركات، بيعبولي بنزين زياده. انت عمرك رحتوا؟ لا اعتقد لا. عموما العقيد هو اللي اداني 6240 دلوقتي. ده ديورابيليتي ما بتاثر علينا. ايوه تامبينج ما بياثر علينا. انا عم شوف الاشياء اللي ممكن تاثر علينا. اوكي هاي الدواليب مهمة، شفتوا قديش التراكشن، قديش المانع الانزلاق تبعه فرق على اليمين بتلاقوا. هاي عنا اياها. هاي شو بتعمل؟ ووتر الاخبار هناك، ووتر دامج ريدكشن. ما بيهمنا خلاص، معناتها استبينا على التانك. في هذا اثنين اصبعهم، بس هذا شكله شوف شلون، وهذا شكله في بقلبه ولد. ذا ستراندينج بيبي تانك. تمام. فرق والله، الفرق على نقطه. خلوني بيع باونتي شغله. خلي بالك على نفسك، خليني بيع باونتي واحده. يا عريف ازيك؟ لسه في اشتري رومي مش كده؟ تبع عايز اسالك انت تبع ذا ستراندينج. حظ سعيد. عريف سانت جون سيادة الرقيب، مع انه والله شو الاثنين بيعطونا نفس الغاية، عرفت شلون؟ هذا وهذا فرق 200 بيناتهم. اي برأيكم احلى؟ خلص جيب هذا. اوامرك يا فندم، دي كويس. خليني اساوي لون الميتور اصفر، ما عندهم غير لون واحد. اوكي اختيار كوبر بيس. لازم اقول لك هلا ما عاد في طبعات.
خلاص تمام. خليكوا على الإيقاع ده. تمام يا شاطر. عريف سين جون، خلي بالك على نفسك ماشي؟ هشوفك يا رقيب. 32% بس معي بنزين. يلا خلينا نطلع. يا عريف. وهي معبيين قبل ما نجي. اوه 32% اللي كانوا معي يعتبروا 32% من هاد. انا هتولى البوابة. يعني انا هلا بختم اللعبة كلها تنك بنزين واحد. من ويد تايلر. اديك انت سين جون. تايلر انا سامع صوت موتوسيكل، قول لي انك مش برا الانقاض بتراقب المجرم ده. تمام مش هقول لك كده بس هعمل ده. مش ممكن يا تايلر، انت هتتسبب في قتلك. لا يا معلم لا استنى، مش نمر مجموعه منهم على الطريق. نمر الجبل طريق 97. استنى ده لا ده كان الصبح، الجو كان صافي ما شفتش مسخ واحد، بس كان في مجموعه رجاله وصلوا منتجع التزلج. كنت عارف ان منتجع التزلج هناك؟ انا ما كنتش اعرف. تايلر دي مصيدة حلوة برضو، لو قررت ارجع ده اللي هروحه. اوه يا خبر لازم امشي، دول واقفين في معسكر تاني. تايلر حول. تايلر مش ممكن، الغبي هيتسبب في قتل نفسه. نمر الجبل يا جماعة، طلع لي مش الجبل. انا شقلت، وين بدي اروح؟ وين بدي اجي؟ نمر يا بنت استوديو، نحن ناقصين زومبيز وتعالب وكلاب وذئاب. وين محطة البنزين؟ حيفضل بنزين؟ ما في محطة. تعرف شو حساوي؟ وين المعسكر الرئيسي؟ يمكن فيني اعبي فيه ببلاش. هات نروح عليه. يلا فاست ترافل، تنقل سريع. ديكن سانت جون لكابتن كوري. سانت جون لكوري رد. سانت جون اتكلمت مع العقيد حالا، هو كلفك بالعمل مع قسم الابحاث. كابتن قسم الابحاث تمام، اظن تقدر تسميه كده. هروح اساعد الملازم ويفر والملازم ويتكر. تمام، عاوزين كل اللي نقدر نساعد بيه. معرفش اقدر اساعدها ولا لا، بس ممكن تقول عليا اللي بيخلص المشاوير مؤقتا، هو ده سبب كلامي معاك. الملازم ويتكر ادتني طلب توريد عايزه فيه خميره. الخميره؟ ثواني، عندنا دوريات بتدور على الاكل في المنطقه وبيسجلوا كل حاجه ليها اهميه بيقابلوها. نعم هنا الخميره وحاجات الخبيز التانيه اتسجلت في المطبخ في مركز ضيوف بحيره كريتر. عارف المكان ده فين؟ ايوه قادر الاقيه. بالتوفيق يا عريف، حول. اوكي المهمه وين هي؟ أظن هون. يلا I know things are strange. في طريق من هون والله، تعالوا نفوت. أقدر استعملها. كاب فتنا على هذا الجنب، هو هذا البيت نصين، هذا النص وهذا النص، فتنا على النصين ما لقينا خميرة. رح ارجع الف مرة تانية من ورا. يخرب بيتك! اركض. يا رب العالمين. يا ويلي على هالضربة. قرب، تعال قرب، تعال جرب.
كيفني معكم؟ قصيت عليه. اوكي لقيته. هي دي. ايوه اتمنى يكون ده كفايه. والله ما بعيد عن ادانك. هي صار لي 3 ساعات بالمهمه، مو 3 ساعه، صار لي 3 ربع ساعه تقريبا. خذ ها عطيه سنت جون الى الملازم ويتكر. اوه التقرير اهو. عضلت رقبتي يا شباب بهالمهمه. ديكن عارف سنت جون؟ ايوه انا عرفت اجيب اللي كان في طلب التوريد بتاعك. الخميره ما كانش فيه كتير. متأكد ان اي حاجه خدتها هتكون كفايه. كنت جيت عبيت بنزين شوي و... بس عندي فضول ليه محتاجه. هو ده. اسفه انا مشغوله لازم امشي. نتكلم لما تجيبها. ويتكر حول. ويتكر العفو. اخ العمى صار لهم سنين تركين بعضهم. صراحة ما راح روح الكاتم عليك. خليك لحقني الصبح. روح نطلع شو بدنا نساوي. زفت. جيجي. مش ممكن. فندم. ممكن تبطل تعمل كده أرجوك؟ آسف. أنا عارفة إن كل حاجة غريبة بس ما أقدرش أعمل حاجة دلوقتي. تمام. عايش في مخيمات مع مسلحين قذرة ومراتي عايشة في خيمة خاصة مع الضباط ودي حاجة عادية. مش قصدي أشتكي خالص. ديكن. بعرف أشوفها بس وقت ما تخلص أعمالها الميدانية ودي حاجة عادية برضو. يا فندم. الخميرة شكرا جدا. انتي بتخبزي حاجة؟ اقصد لو عايزة فرن انا اعرف مكان واحد. لا بستخدمها في صنع البروتينات الفيروسية علشان بتحفز الاجسام المضادة. اكيد انت دلوقتي بتتريق عليا. عيش بروتينات فيروسية كل واحد. استنى لحظة بس. اتفضل. شكرا. كل شيء عمل كل شيء عملناه نلاقيه. اقصد علشان قعد. تحت امرك. غريب صراحه. غريب كتير الشيء اللي صار. مو اللي صار اللي عم يصير كمان. اوكي هاي ضرور. هاي زادت لنا الثبات تبع الطلة البعيدة. طيب نطلع من هون لتطلع لنا المهمة ولا شو؟ لا لا خليها هناك. شكرا. يا عريف سان جون معاك الدكتور هيمينيز. سان جون اهلا يا دكتور. هناديك ان اساعدك ازاي؟ سان جون كويس. انت محتاج تيجي العيادة عندي. في حاجة؟ محتاج حاجة؟ لا لا مش ده السبب. انا هكشف على دراعك بس. دراعي؟ دراعي كويس يا دكتور. حرق زي ده من خشب مولع ما ينفعش نتهون فيه. عاوزه يتلوث لازم تيجي. ده امر. تمام يا دكتور. تمام مش مشكلة اللي تحبه. سان جون حول. اوكي خلينا نروح عند الدكتور. دكتور هون بقلب المخيم. سان جون هنا النقيب كوري. اجب. يا كابتن انا هنا.
تمام. كنت عاوز اقولك بس ان العقيد بيقول خطاب غير رسمي عند غروب كل يوم عند منطقة المنصة عند حلف اليمين. ايوة يا فندم. بما ان الكلام غير رسمي متوقع حضور الرجالة والستات المجندين. علم يا فندم. حول حول حول. جميل قائد بي. اهلا دوك. اتفضل اقعد هنا. اتفضل اتفضل. هذا الدكتور فرنسي. تعال نبص هنا. طيب هي مشيت مع مين اليوم ده؟ مش عارف اللي بتحاول توصله. ما تكدبش عليا. اسمعني كويس. قضيت 20 سنة في شرق لوس أنجلوس أحل خلافات عصابات سائق الدراجات والعصابات التانية. أنا عارف النظرة دي. أصل الفرن مش ممكن يسبب لك كل ده. تمام. اهتم بتنظيفه. هيبقى كويس من نفسه. هيسيب علامة صغيرة. بس عايز أبقى أشوفه بعد كام يوم تاني. عناية ليك. اللي يضحك إن لما المدينة اتحرقت والناس اتجمعت اتحدت الأحياء اللي كانت في حالة حرب لسنين وحاربوا مع بعض اللاتينيين والشقر والصينيين والأفارقة. شيء غريب. أحياناً الحاجة اللي بتجمع الناس ممكن تجننك من غرابتها. شكراً دوك. طيب هلأ بدنا نروح على الخطاب مكان ما ألقى سان جون. رد من تايلر لديكم سان جون. انت بتعمل ايه هنا تايلر؟ بقالك مدة ما كلمتنيش. انا قلقت لتكون وصلت للراجل اللي كنت بتراقبه. انا قربت قوي بقيت قريب منه قوي اهو. استنى محتاج مساعدتك يا فندم. انا موجود في معسكر صغير جنوب بحيرة كريتر في الجنوب بالضبط. تايلر اسمعني انا ما عنديش اي فكرة عن اللي انت بتعمله بس لا تايلر تايلر. مش ممكن نروح نساعده؟ هايدي عندي سؤال ليك. ايه اللي ممكن طفل من الساحل الشرقي يعمله هنا؟ بصراحة ايوه بيخدم عند راجل من لونج ايلاند لهجته صعب. يا عريف اشوفك قريب. والله المصاري حطينا سميح بنزين وهون المصاري فين اشتري كيس. سان جون للملازم ويتكر ردي. هنقل لقناة اتصال خاصة. استنى ديكن معايا؟ حاضر. انا اتأكدت من طلب التوريدات وباين فيه انك عايزة شوية سيليكات. ايوه السيليكات بستخدمها زي وسط تقطير في استخلاص المعادن. المستخلص ايه؟ اسفل الحكاية ان هو ده الجزء الوحيد اللي ماشي كويس في ابحاثي. تمام. منين بقى اجيب السيليكات؟ كنت فاكرة اني طلبت ده. لحظة. تمام في محل صغير في جنوب غرب هنا قريب من قرية مازما ممكن تلاقيه هناك. تمام فهمت شكرا. أسفة ولا يهمك كمل يا عريف. تمام يا ستي يا ملازم. سارة حول. بس عملت هيك لجيب الميتو. سيليكات يعني ايه أصلا سيليكات؟ A good shoulder. رسكو تايلر. نروح ننقذ لتايلر. يلا I've had a better days. I've had better days. والله يا جماعة يشيلوا هذا اللي بكره. يعني هذا الشيء السيء باللعبة انه وانت تحمل احداث بينيموا لك اياها. بلشوا يعطوك مهام جانبية كل ما بتروح لمكان جديد. مهام جانبية مهام جانبية مهام جانبية. عرفتوا علي؟ فهذا الشيء بيخليك شو يعني انا كنت هيك فوق بقمة الحماس بعدين هلا هيك حنام. ديكن سمعني؟ ديكن انا هنا. عارفة ان عندك كلام كتير تقول. كلام دي قناة خاصة ديك. تمام عاوز اقول لك اني كنت اقصد اللي قلته قبل كده عن انك تستنى وتساعدنا. عارفة ان ده مش سهل بالنسبة لك هاي. اروح فين تاني؟
لو مشيت انت عارف هيجبروني على التخلي عن البرنيطة الحلوة دي. ابتديت احبها فعلا بجد. تمام طبعا يلا بينا. ايوه خلصت. ايوه لازم ارجع لشغلي. الخميرة دي ملت لها نص دستة الفرق. طيب احتفظي بشوية بروتينات فيروسية لان فعلا لسه فيها جدا. هعمل كده ملازم وتكر حول. ضروري ضروري كلمة ملازم. بغيت ان العميد الركن المقدام الشجاع صار وتكر. انا العريس راسل. يلا ارجعوا اتحركوا اسرع. سمعتوه ارجعوا ارجعوا. راسل التقرير. يا فندم كنا بندور على التموين وحاولنا نوصل لشمولت بس اتعرضنا لاضخم حشد شفته في حياتي. يا عريف اسمعني كويس. خرج رجالكم من هناك. احنا مش مستعدين نحارب. انت سمعني؟ ايوه يا فندم. مش لازم تقول لي مرتين. اصل الحول. يلا اتحرك. يلا بينا. يلا نمشي حالا. يلا يلا يلا. يعني بدي امرق من بين الحرامية بيخلصوا على المسوخ صح؟ استمروا يا شباب. اوه وصلنا. يلا بسرعة اوعى تخزلنا. قول لنا فين مكان المعسكر يمكن نخليك تعيش. انت حقير. بيتهيألي انه مش سمعنا. خلينا نشوف ممكن نعمل معاه ايه بقى. مش هقول لكم اي حاجة. حقيقي يا ترى سامعني دلوقتي؟ اهلا. يلا خرجوه من هنا. ايه رأيكم؟ ممكن نرجعه لمعسكر الجيش وناخد المقابل. اللي بيحصل ده تركوا يطيروا له ادنه. ما في عليه الدفي هذا 84% منيح ممتاز. حد يضايق اصحابي. محدش يضايق حد من اصحابي. ارجعوا. بتحب التعذيب صح؟ طب وكده. طيب واحد واحد يلا. ترى مبسوط كده يا حقير انت؟ انا عارف انت فين. انت مستخبي. هدوب. لازم احط دخيل. محدش يضايق اصحابي. ايوه افضل اجري كده. مش عايز يحارب. هدوب. حلو خالص. فيني فجر هاد؟ هاي بخلقتها يمكن ما بعزم عط او لا بس خيرة قليلة جدا. هولع فيك يا حقير. لا اخر واحد فيهم انا. بس لازم الاقي مدخل. لقينا المدخل بس شو بدنا؟ هاي امو اوكي. كان شفت سلاح مثل السنايبر. هاي ار مثل السنايبر بالارض. هلا انا شو عم استخدم؟ عم استخدم المتكتات. تمام خلصوا هلا المتكتات. عملت له يوز دام اعمل له كرافت. ما شاء الله علي. هات هات
بدي امو، لازم امو ضروري. اوكي هاي شو؟ هاي نفس السنايبر اللي معي بس بدون سكوب. هلا قديش فيها؟ قديش فيها هاي؟ بالمية؟ 47%؟ خليها معي اظن احسن. ما في سندي امو على الاغلب. هاي انينة شو اسمه؟ مولوتوف. يلا نفوت لجوا. معنا 22 طلقة. سبحان الله، بقول الشغلة عم دغري بتصير معي. كنت عم بقول انه انا بعمري ما صار معي مشكلة. لا لا ما بقدرش. يلا احسن لك سيبو. ايه خبر؟ بالامو، بكمية الامو اللي معي. اخبارك ايه يا تايلر؟ الصراحة يعني ما ضل معنا ايام احسن من دي. ماشي تمام. طيب اسمعني يا صاحبي، خد ده وحط على دماغك زي طيب كده. دلوقتي عايزك تستنى هنا فهمني، هتصل بالنقيب كوري عشان يبعت حد ياخدك. ماشي؟ طيب تمام تمام. حلو. Trust increased. كابتن كوري، هنا العريف سان جون. زادت الثقة. أنا كوري، أنا مع الملازم ويتكر، بنشوف وصلت لفين. يا عريف، أنا قلت تمام، كنت بتقول إيه؟ يا عريف، أنا قلت للنقيب كوري كملوا حديثكم. يلا طلعنا. بطلوا بطلوا يحكوا معي كذا، ما قاطعتهم. بس شو عم كذا عم يطلع مش زومبي؟ اسف، كنت بتقول ايه؟ اوكي يا عريف، انا قلت للنقيب كوري اننا محتاجينك هنا جدا. طيب شكرا ليك كده. هاي انا مش ده اللي كنت بكلمك عشانه يا نقيب. في معسكر للحراميه جنب طريق الحافه الجنوبيه. حراميه قريبين من الجزيره؟ لا اسمع، انا اتصرفت مع السفله دول بس في واحد مصاب، الجندي تايلر. السفله دول عذبوه وقطعوا ودنه. يا خبر، هو كويس؟ الجندي تايلر كان بيعمل ايه هناك؟ هو ايوه هيعيش. ما عنديش اي فكره هو كان بيعمل ايه هنا. عاوزك تبعت للدكتور النقيب هيمينيز وشويه رجاله عشان ياخدوه من هنا. هبعت لك الاحداثيات. هروح له دلوقتي واقول له حول حول. تايلر، ايه الاخبار؟ زي ما قلت لك، انا مريت بايام احسن. استنى، متهيالي النزيف وقف. لا ما وقفش. طيب المساعده في طريقها ليك. استنى شويه، عايزني ارجع واستنى معاك؟ لا اوه يا خبر، لا انا قصدي انا حاسس بتحسن بسيط، فهمني انا كويس بجد. هعدي على العياده بعدين اطمن عليك. استنى، انا شفت البتاع ده مريح قوي، احسن كتير من القعده بره. صدقني. ايوه شفته برضو. ما تعملش مشاكل للدكتور، ها فهمت؟ ديك نحول. هاي مشان شو يجي؟ هاي مهمة تانية. تمام، شكله هو ده المكان الصح اللي هنلاقي فيه شوية سيليكات. هدول اللي بدي اياهم حبيبة القلب. تمام يا ولاد، يا ترى عرفتوا ازاي تخشوا جوه؟ طلع فوق، لازم الاقي طريقة من جوه. يمكن فوق هنا انا لازم اقدر اطلع من هنا. يا حلو. ايوه محل بابا وماما. طيب فين بقى السكة؟ ها
هات هاي الخشبة. ايوه يا سلام. العالم ميتة هون. سيليكات. اه طيب اكيد في مكان هنا. يوز. وهات هاي على الحيط. سيليكات. هلا هي السيارة فيني اتفشى اطلع. طيب ما حتفشى هلا خليها. هاي السيليكات. كلنا نص بعض الخميرة والسيليكات. اهو لقيتها. سيليكات. سيليكات. ماشي دلوقتي لازم الاقي طريق اخرج من هنا. هات هاي معنا احسن ما نروح ونرجع. واضح ان في حد مش عارف. يلا بقى يا حقيرة. ايوه طيب ممكن نركن دي في اي مكان. ما اجى هال هذا الاحمر هو الصوت. هات علبة بنزين. أنا محتاجها. كويس. يا ترى في طريقة نطفي فيها الصوت؟ طفى لحاله. كأي تكتور هاي متكت هون على الكرسي؟ إيه والله. جسمي كله انتفض. يا شباب ريحة عش أكيد هنا في مكان قريب. يعني هاي إنه ما في شيء مرعب أكثر من إنه يجي طير يخبط فيك وأنت مالك منتبه له. مو خوف. ها هيك بس النقزة يعني إنه هيك هيك بيصرخ شيء بإذنك والإيد كلها بتهز بين إيديك. منيح الإيد لهلا ما وقعت مني وانكسرت. كل حال لا تخشوا شيء. نحن لها بدي اختمها هاللعبة. يعني يا بختمها يا بتختمني. نشوف. كيفك مسوس؟ تعرف تعدى مسوس؟ ويفر انا بحذرك. ايه انت خايفه من المنافسه؟ اخرج من هنا. هو في مشكله؟ يا فندم نقاش ودي بس يا عريف. يا ملازم ايه سبب كل ده؟ مفيش. بس ويفر فاكر ان حل اي مشكله في الدنيا انه يحرق كل حاجه. إنسان غبي. ما يهمنيش. هنا. شكرا. حالا. لا عايز ايه يا ديك؟ لا ما تشكرينيش. كل مرة بتشكريني بخرج فيها برا مع نمازج الطلبات اللي بتحتاجيها وبنفذ لك أوامرك. تفاهاتي ده اللي انت شايفه فعلا؟ أنا فاكر أنا ان كل اللي بعمله ده تفاهات؟ لا طبعا انت ما تقصدش. عارف انا مش فاهمة انت موجود ليه لحد دلوقتي. تمام خليني اوضح لك. انا قضيت السنتين اللي فاتوا بقتل مسوخ واحد ورا التاني وكنت قريب منهم لدرجة اني بشم ريحة العفن في سنانهم. فلو بتعملي حاجة هتقتلهم كلهم في وقت واحد مع بعض قشطة انا معاكي. بس لو مش عاوزين اكون موجود هنا اموريني بده يا فندم. ديكن استنى. انا اسفة. تمام. بص انا محتاجة. أنا بس شكرا. أنا مقدرة مساعدتك. أوكي 20,000 XP 7,000 XP. صرنا 100%. ريزرت ايلاند
500 تروست. صرنا مستوى 2 بويزرد ايلاند. ضلنا شوي مستوى 1 ضلنا شوي مصير ليفل مش شوي كثير مصير ليفل 2 نحسن نشتري تومي جان. I'm never giving up 16%. I'm not losing Sarah again. I will stay and help any way I can. انه ما راح يخسرها لسارة باي طريقة، راح يضل موجود وحيساعد باي طريقة ممكنة. نقطة. طيب شو هاي؟ Monkey Warn double the effectiveness of scrub by repairing the bike. حلوة. لازم اشتري شي من هدول. اوكي اللي بعدها هاي لازم نجيبها، وهي كمان حلوة. كم نقطة لسه معنا؟ ولا نقطة. هلا وين المهمة اللي عطتنا اياها المدام؟ في هون معسكر، بس لمين هذا؟ 3505 XP. Protecting the weak، تحمي الضعفاء. وهي شو؟ Good soldier. Go to the lost cabinet mine. Additional storyline. قصص زيادة. سانت جون معايا؟ ايوة انا هنا. انا الملازم ويفر. انت شفت طلب التوريد بتاعي؟ شايف انك بتعمل مشاوير للساحرة كل يوم. حاسس انك سايبني لوحدي. ايوة قصدي ايوة يا فندم. بوليستايرين، محتاج بوليستايرين صح؟ ايوه بالظبط بوليستايرين. لو عندك مشكله انك تلاقيه في عربيه على طريق 97 جنوب شيمون تحت خزان الميه، تقدر تلاقيها؟ انا مش اسمع، انا هلاقيها الماطوره الخربانه. تمام هجيب لك البوليستايرين. اعمل كده ويفر. حول. اوكي هلا هاي المهمه اللي فتحت لنا هي هون. يلا مهمة سارة لسه. أبتين ويفر بوليستايرين بده 7 بس. ما طلعتنا مهمة سارة، يمكن بعد شوي هلا بس نطلع بتحاكينا سارة. لازم هلا نجمع شوية سكراب لأنه خلص سكراب اللي معنا ونحن عم نصلح الميتور هالمرة وما فللنا تصليحه. لازم لاقي سيارات هلا وقف وصلحهم، او مو صلحهم واخذ منهم سكراب. العريف سنت جون، هنا العقيد جاريت، محتاج تقرير. تمام يا فندم. ايوه يا عريف، ده امر مهم جدا. عسكري وظابط هربوا من الخدمه. ظابط اسوأ انواع الخونه، قتل 2 مجندين وسرق موتوسيكل من الورشه، شافوه على الطريق الجنوبي. الموتوسيكل خزان وقوده ازرق. اقبض عليه يا عريف. تمام يا فندم. انا اللي هطرده. يا عريف عايزك تجيبه حي. حي يا فندم؟ احنا هنعدمه يا عريف عشان يبقى عبره لكل اللي يفتكر انه فوق القواعد العسكريه او انه فوق القوانين بتاعتنا. حاضر يا فندم. اصرف يا عريف. سنت جون لويتكر، انا العريف سنت جون. ايوه مات العقيد هنا، كنت بحكي له انت ازاي ساعدتني كتير. سيادة العريف سنت جون. ايوه الملازم ويتكر كانت بتشكر فيك. انا بس بعمل واجبي يا عقيد. يا فندم انا مبسوط. شغل الملازم ويتكر اتاخر عن الجدول الزمني المفترض، يمكن ده بسببك. مات انا قلت لك علم الأحياء أو الشغل اللي أنا بعمله ده معقد أكتر من عمل قنبلة. ويفر ده الملازم ويفر عدى اتخطى الجدول الزمني. لو ما بدأتيش تتحسني أنا هسحب منك الموارد وهخصصها. كلامي واضح؟ أيوة يا سيادة العقيد. استمري. هو كل حاجة تمام؟ الموضوع كأنه أسفة لازم أمشي. أقول لك روح جيب شي هوردي فوتوا عليه زفت، خليه ياكلون واصحاب ساره وزموت. ولا تنقذ العالم. ما والله جول اذكى واحد، فات قتل المشفى كله، طلع هديك عشان تصير شاذه ومشي.
ولا انقذ العالم ولا انقذ البطيخ. يعني هلا انت حتساعدها تنقذ العالم ولا بدهم يغزوك انا انقذوك؟ اوكي هاي خزان مي هنا في مكان ما. نفوت بالميتور احسن. طيب دلوقتي لازم الاقي اللي ويفر عايزه. هش تاني يلا بينا. بولي ستايرين احتاج اكتر. في هش تاني. ايوه يلا نحرقه. أر. اوكي في شويه هنا لحقنا حالنا. لسه بدنا الثلاثه. كفي بالعافيه. وين العش؟ كيف بدنا وين العشاش هاي؟ ما بدي احرقه ولا كنت بدي احرقه. هاتوا هاي اللي هون. طيب وين كمان بنلاقي؟ صرنا ملاقيين هدول الاربعة بالسترين. اوكي في وحدة هون. هاي الخامسة وهنيك السادسة. حلو كمان. واحدة كمان وينها؟ واحدة كمان. اوكي. لقيناها. رح اخذ ميتوري واطلع من هون انا. صراحة ما رح اقعد صيد عصافير بالسماء. يعني ما وصلت لهالدرجة. اكيد ده هيوفي الغرض. ارسم علامات للباقي. اوكي ما احسن تعمل دوج لانه الستامينا ديبليتد. بس المعلومية يا شباب انا مرتين مطور الستامينا. اكيد ده هيوفي الغرض. ارسم علامات للباقي على الخريطة. يلا. وهقول لكوري يبعت رجالة عشان ياخدوه. اوكي وصلنا لعند هذا اللي متقدم على مرته لها ديك. محتاج حاجة؟ عندك مشكلة؟ تمام. اهلا ويفر. جبت لك الحاجة اللي انت طلبتها. كويس كويس حطه عندك هناك. سيب ناخد حتة. تمام كويس. طب ايه الاخبار مع الملازم ويتكر؟ قصدك ايه؟ يا راجل انا شايفك رايح جاي وبتعمل لها شغل كتير. ايوه انا بس بعمل شغلي. ماشي براحتك. حاولت اعمل كده مرة اول مرة جيت هنا. ده صح؟ ايوه يا صاحبي. قصدي انها ست جميلة فعلا. ما اقدرش اسكت ما اقولش رأيي. ايوه وازاي عرفت تحلها؟ مش كويس قوي يعني. رمتني على الارض حاولت تكسر الزفت دراعي. اسمع خلي بالك معاها دي ست قوية. ايوه انا هفتكر ده. عايز اي حاجة تاني؟ لا بس هات دول وتعالى ورايا. الست شكلها حلو قوي. حلوة الدبلجة هالمرة كانت. لما انتشر الفيروس كنت موجودة في فندق رخيص. رخيص جدا زي ما انت شايف. البوليستايرين هيدروكربون اروماتي، انما الجازولين بيتكون من هيدروكربونات اليفاتيه بسيطه. عموما حط اتنين على بعض وهتتحل كل الروابط الجزيئيه لروابط تساهميه فرديه. ماشي الكل عارف ده. طيب شو حيصير يعني؟ بحرقون اسرع.
أيوة ده يا صديقي مولوتوف نابالم. وبكده هنقدر نكسب الحرب دي، ولما أصنع التركيبة الأوغاد هيتحرقوا أكتر من شعلة الأسيتالين. متخيل ده؟ أيوه عندي فكرة تحفة. اشتغلت فرشة، محتاج حاجة تاني؟ لا طبعا أنا كويس، أنا قربت جدا. قنبلة هينفجر وبعدين هيتحرق لغاية ما يموتوا كلهم.